يوصف الموسيقار الفرنسي كلود ديبيوسي بأنه رأس المدرسة الانطباعية في الموسيقى، وهو بهذا قد خرج عن السائد في عصره، العصر الرومانتيكي في الموسيقى الكلاسيكية. كان ديبيوسي قريبا من الانطباعية في الرسم وفي الشعر، وقد أسس لغة موسيقية جديدة أثرت في جيل كامل بعده. مات ديبيوسي عن 55 عاما، وذلك مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918. أشهر موسيقى له ثلاث لوحات سيمفونية بعنوان البحر لامير. ثالثة هذه اللوحات اسمها حوار بين الريح والموج. نستمع إلى قطعة منها.